نتكلم هنا على البيئه المعويه البشريه، موضوع تشكيله الميكروبات الموجوده في الامعاء. يقول انه قد تغيرت بشكل كبير خلال التطور البشري والبيئي مع التغيرات الغذائيه والمجاعه باعتبارها الضغوط الانتقائيه الرئيسيه في التصنيع والتحضر، قاموا بتغيير نمط الحياه بشكل جذري. التغيرات معقده بما في ذلك التكلفه البشريه والتخطيط الحضري والمنازل، الهندسه المعماريه والتهويه والنظام الغذائي والملابس والتمارين الرياضيه ومنتجات العنايه الشخصيه والادويه. الضغوط الانتقائيه التي تشكل خصائص الميكروبيوم في البلاد ذات الدخل المرتفع وتمثل التعرض للمضادات الحيويه، خلي بالنا من الجزئيه دي، وفتره ما قبل الولاده وما بعدها، معجون الاسنان والصابون، وربما حتى استهلاك المياه المكلوره اللي هو معالج بالكلور. ارتبط التحضر بزياده مخاطر الاصابه بامراض المناعه والتمثيل الغذائي بما في ذلك السمنه والسكري وامراض الامعاء والربو والاضطرابات السلوكيه، ويرتبط هذا النوع المنخفض هذا التنوع المنخفض في الجراثيم المعويه. في الطفولة المبكرة من المحتمل أن تكون وظائف الجراثيم أساسية لفهم مسببات أمراض المناعة المزمنة في المناطق الحضرية. على سبيل المثال، ارتبط خطر السمنة من الناحية الوبائية بالولادة القيصرية زي ما قلنا المرة اللي فاتت، والتعرض المبكر للمضادات الحيوية، ويؤثر استخدام المضادات الحيوية أثناء الحمل على استعمار الجراثيم عند الأطفال، فضلا عن حليب النمو في الصيغة. يغير الميكروبات لدى الأطفال مقارنة بأولئك الذين يرضعون من السكر. مع السلامة.